بعد هالاداء الكبير صار صعب حدا يقدر يواجهكم، ولا عم تلعبوا كل مباراه بمباراه وعم تكون رح تلعبوا بنفس التركيز مثل ما شفناه؟ اكثر سنه بتاريخ الباسكت اللبناني رح ينقل عدد جيمات على الهواء هي هالسنه. دائما نفرجي الصوره الحلوه اللي نحن كلبنانيه بنحب نعيشه. دائما بتعرفوني جوات الكادر، اليوم رح تتعرف علي برات الكادر. انا غياث ديبرا. حياتي فولي، ولادي ماي توينز غياث صوفيا، غياث على اسمي، ومش انا نقيت انه يكون على اسمي، مرتي حبت انه يكون على اسمي، وانا لانه اسمي ما كثير في منه حبيت انه يكون في غياث ديبرا تاني، عجبتني الفكره. وصوفيا هيدي دلوعتي. من وقت ما صار عندي ولد كل حياتنا تغيرت كرمال اولادنا. يعني احنا نوع 7 الصبح بينزلوا الاولاد على الطابق تحتاني بيلعبوا، شايف البيت بلاي جراوند منه بيت عادي، بقى بروحوا على الجاردوري. بس فوت على الجاردوري بتبلش بارت من حياتنا اللي هي لحالنا انا ومرتي، وبنرجع بنستلمهم من الجاردوري بنرجع نفس القصه، مثل ما افتتحنا نهار بننهي نهارنا معه اللعب لحتى يناموا، وبنضلنا حضنهم كل وقت. هلا بلش مرحله جديده، هلا بيوصلوا على الجاردوري، بفوتوا على الجاردوري من هلا للساعه تقريبا الساعه 4 بعد الظهر. في شيء بارت كثير مهم بحياتي بعمله ما كثير عنا بيعرفوا فيه، هو انه نحن بنشتغل تجاره سيارات، فوت بشتري سيارات من امريكا وبنشحنهم على لبنان، وهذا الشيء لينعمل بده كثير شغل بكره، بس انا بحضر كل شيء من على بكره، ببرم كل اوكشنات السيارات يلي بتهم لبنان، وبلش حضرهم لعشيه. مجمع نهضة نوفل، اول شيء انا بفتخر كون عضو مجلس اداره فيه لهذا المجمع، هو اكبر ملعب باسكتبول بلبنان، وهذا الملعب رح يستضيف اكبر حدث رياضي بتاريخ لبنان يلي هي بطولة اسيا، مع يعني لبنان مع 15 منتخب منهم استراليا، نيوزيلاند، الصين، كوريا، يابان الى اخره. رح يعني رح يكون كثير ضوء بعد كم يوم على هذا الملعب يلي هذا رح فوتكم لتشوفوه. هذا هو الملعب، هيك شو حلو. انا بكون هونيك البوزيشن اللي بعلق منها. شغلي مش قصة قد ايه بحبه، انا اصلا ما بعده شغل، صار وقت هلا اروح نحرق كالوريز. كيف؟ رح خبرك كيف. ليه بنقي سبيننج؟ لانه هيدا اسرع سبور لواحد يحرق، ما عندي وقت كثير بالنهار، سو هون تقريبا 50 minutes to 1 hour بقدر انا اشيل 1000 كالوري تقريبا، يعني بوصل لل 1000 كالوري. كوتش رولان هو بمرنا وما بقفي ولا نهار تقريبا. بما انه بتعاطى رياضه وكثير الرياضه بتخص الشباب، بدي اطلب من كل الشباب من اول طلعاتهم يركزوا بس على الرياضه، يعني الى جانب العلم يركزوا على الرياضه وما يفوتوا بالرياضه كرمال اهداف ثانيه، لانه هذا الشيء عم نعاني منه كثير، لا طائفيه ولا سياسيه، بس رياضه.